Thank you.
يبلغ احتياطيها من العملة الأمريكية في بنك المركز الصندوق 683 مليار دولار، وقد رقم 100% من الولايات المتحدة الأمريكية في حالة اضطرار دول كبرى مثل الصين ومثل روسيا ومثل كوريا الجنوبية إلى تغيير العملة الحالية. هم يتوقعون في ذلك التقرير، ويمكنني أن أقضي سهرة
I'm
I'm
Thank you.
السياسه وما بين الاقتصاد، لان هنري كيسنجر الاستراتيجي الصهيوني المعروف قال بوضوح شديد ان تبدا الحرب تبدا وتسمى فقط من لا يسمعها ولا يستعد هذا الحوار وهو موجود واوضح في ذلك ان امريكا صدى اصدرت دول اعلى في امريكا اصدرت للعسكريين في وحدات استراتيجيه على فكره هي اسهل كلها مع الجمهوريين ومع الديمقراطيين الثعلب الصهيوني هنري كيسنجر اصدرت اوامر للعسكريين بضروره السيطره على 7 دول شرق اوسطيه تم تحديد هذا الاسم على لسان قائد الجيوش الامريكيه في اوروبا وسلوفاك وستترك لاسرائيل مهمه ان تستخدم قوتها في قتل اكبر قدر من العرب والسيطره على نصف باقي من الشرق الاوسط كي تقوم بعدها بضربه قاضيه لايران يستفز بعدها الدب الروسي والتونسي اللي اصبح اقوياء بما يكفي بعد التخلص من الاجرام السوفيتيه والاجرام النظام الشيوعي فتقوم الحرب التي ستستنبط فيها الولايات المتحده وحلفائها من اوروبا الغربيه من اليمن اسلحه لم توضع في معرض السلاح بعد وهو على فكره هكذا قالت كيسنجر انه ستنتهي هذه الحرب العالميه بنصر Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the next one.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهارده يوم يعني من ايام الحزن الثقيله جدا على قلب كل مصر, يعني يبكي الشعب كله بيطالب يعني ما حدث لابنائنا, وحيره ابناء الارض وحيره قدوم الله, يعني بيرافقوا ضحيه لهذا الارهاب العلماء السفاحين بطريقه لا تنتمي للبشريه, يعني طريقة الحقيقة يعني شاذة واستثنائية عن تعدس التاريخ كله. تاريخ الإرهاب كله لما نتكلم في وفاة الإرهاب من زمان الفريق إلى اليوم مش هنلاقي أبشع مما حدث اليوم. رحمة الله على الشهداء وأسكنهم فسيح جناته وأنهم مصر كلها الصبر والسلام عليهم. يعني إدارة الإنقاذ اليوم كان فيه مجموعة من المواقف التي تم التأكيد عليها ومجموعة أيضا من القرارات فيما يتعلق بالمواقف بإدانة شجاعة الوحدة للإرهاب الذي حدث اليوم والمذبحة التي تمت لأبنائنا في سيناء, والتأكيد على أن أنا لهذا العنف أن يتوقف لكي نبدأ في خارطة الطريق في هذه المرحلة بعد اللي الدولة ودعم للثورة بعد 30 يوم. فاليوم في تحية وإشادة وتقدير عالي جدا يستحقون خادم الحرمين الشريفين وتستحقون إدارة المملكة العربية السعودية, الإدارة السياسية والبعد العظيم الذي بذله اليوم وبالأمس يعني وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل, وتحذيرا للغرب الحقيقة كان محل تقدير جدا واحترامي. وأنا أريد أن أقارن بين أداء وزارة الخارجية السعودية بالأداء وزارة الخارجية المصرية, يعني لا أريد أن أقارن, لكن نحن أمام موقف قوي يعبر عن روح قوية وعودية لم نشهدها منذ حرب 73. الشيء الثالث التأكيد على قضية البعد الاجتماعي الغائب, تلك الخريطة الثورية الغائبة عن مجريات الأمور وعن الحكم منذ 25 يناير إلى اليوم, لابد أن نعاد التأكيد على كما أعدنا في تذكير الحكومة الانتقالية بها اليوم, لأنه لن تنجح الثورة دون أن تنجح الحكومة في تحقيق هذه المطالب. البعد الاجتماعي هو يعني السبيل الوحيد لإعادة الرحلة النفسية الاجتماعية في مصر بعد أن عادت الدولة واستردت جزءا كبيرا من عافيتها ومن قدرتها بعد فض اعتصامات الإرهاب الإخواني.
فيما يتعلق بالمواقف كان في استقرار على انه في بعض الاحاسيس هيتم في اكثر من درجه واكثر من كلمه يعني فيما بعد. بيقول لي الأستاذ حمدان الحقيقة في هذه المرحلة عبر اتصالات مع سفارات الدول الغربية والعربية في القاهرة وفي أيضا أفكار متعلقة بسفر يعني المفروض من الجبهة إلى أمريكا وإلى دول الاتحاد الأوروبي وإلى أفريقيا وإلى الدول العربية أيضا وفي زيارات أخرى بتتم من السفارات العربية والألمانية داخل في القاهرة. وفي ايضا قرار بمؤتمر صحفي عالمي موسع تحضره كل القوى الوطنيه في مصر للتاكيد على خارطه طريق كل القوى الوطنيه المصريه دون استثناء اي احد في هذه المرحله لكي نضع خارطه الطريق موضع التنفيذ وموضع الحركه ولكي تدعم هذه القوى الدولة في هذه اللحظة التي تستعيد فيها هيبتها وتستعيد فيها عافيتها وتستعيد فيها وجهها الحقيقي مع انها بيتم من الناس. Thank you.
سهلت أتهم هذا التعبير يعني دعوة وضع عصب لا يمكن أن نسوي بين الطرفين على الإطلاق. دعوة استعادة قيمتها واستعادة دورها واستعادة وزنها وهيبتها وطلباتها كمان كدولة بالمناسبة. شوف الرب على موضوع المعونات في الشارع عامل ازاي. الدولة عادت أن يحدث من هذه العصوبة المجرمة هو محاولة لتعليق الاستقرار والاستمرار في خريطة التاريخ بعد ثورة يونيو العظيمة وغير المسبوقة في تاريخ الإنسانية. وفي نفس اللحظة هو تعبير عن فقدان من أمر عند هذه الجماعة والناس كانوا الانتحار السياسي والاجتماعي والتنظيمي من العالمين أن يكون خلق من التاريخ تماما ليس كإخوان المسلمين فقط، ولكن هذه الظاهرة التي تم التعرف عليها باسم الإسلام السياسي في استثمار الدين في السياسة. أنا بقول إن الدولة عادت عادت الناس العمل بالأمس وعادت الحركة في المؤسسات وفي المصالح الحكومية وفي الشوارع بالشكل الكبير والمعتاد. أمس واليوم يؤكد أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة الأزمات بالدولة وليس بالقطع. نحن عليهم وضع الحقيقة يعني قطع الغيار وتشتيح
وبعد كام تمنمية وشوية مليون دعم اقتصادي تكلفه إلى 250 مليون. هذا الدعم دولة هذا الدعم من يرتبط بأجندة سياسية تنتقص من قرارة مصر وتنحل في سنة التبعية، وهي أجندة سياسية مرتبطة بين معاهدة كامب ديفيد كما تعلمون منذ تم توقيعها في 1979. وبدأ معنا المشاهد أن جملة هذه الأمانات التي لا تسمى نقدا ولكن تصل في سلعة أو معدة إلى آخره حبوها كل مكان تقلل 1% من الناتج القومي المصري. كويس نحن واحد مما كنا نبدأ نتعلم ربك في التقنيات كل المحللين يعني الأرقام المتاحة للمعاهد العليا عليها كلها باستثناء حد كده اختصرها في تربيه جميل قوي في بعض المواقع لان كلها ما يجوش سته من المبلغ اللي السعوديه دعمت بيه مصر. وحصل ان تم فتح ملف في تمويع مصادر السلاح كما تم في منتصف الخمسينات من القرن الماضي. تمويع مصادر السلاح صار هدفا شعبيا الان، يعني صعبة في الرسائل Thank you.
Thank you.
بشكل عام،
كان في عروض وكان في عروض يعني. I'm going to go to the next one.
I'm
I'm going to go to the hospital.